الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نقف مع وصف الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له من الصفات المحمودة أعلاها، فكان لينا قريبا من الناس، رحيما بالخلق، مجيبا لدعوتهم، مستشيرا لهم في أمره. فله من الأخلاق العظيمة صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم الأخلاق التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليها الصحابة توحيد الله جل وعلا. فالله جل وعلا ما خلق الخلق إلا لعبادته، وما أرسل الرسل إلا لعبادته. قال الله جل وعلا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهذا أهم شيء عند المسلمين، هو أمر العقيدة والتوحيد. لأننا اليوم بنجد كثير من الخلق من النصارى ومن أهل البدع ومن أهل الشر، تجد عندهم أخلاق عجيبة، بل يعبدون الله جل وعلا، زي النصارى والقساوسة في الكنائس بيعبدوا الله لكنهم يشركون في عبادة الله. الواحد تلقاه يبكي، وزي ما بتشوف الخوارج اليوم، الواحد يمشي يفجر نفسه قربة إلى الله جل وعلا، وهو في كثير من الأحيان منهم من عنده خلل في العقيدة. لذلك أهم ما عند المسلم هو أمر العقيدة، لأن الله جل وعلا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم قال: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. دل النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله منه الشرك ويحبط عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الأمر خطير جدا. واليوم للأسف الشديد هذا الخلق، خلق الشرك، تجده منتشر حتى في بلاد المسلمين، وهذه من أكبر الجرائم التي عصي بها الله جل وعلا. وللشرك صور كثيرة جدا، منها دعاء غير الله، وده شرك يا جماعة، كفر أكبر. ناس يدعو غير الله ويدعو الأولياء وأصحاب القباب والأضرحة، وهذا من الشرك بالله. الدليل قال الله جل وعلا: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حساب عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فسمى الله من دعا غيره كافرا، وعشان كده الأمر ده خطير يا جماعة، ما في مجاملة في الكلام ده، لابد تبينوا للناس. وانتوا الله بيسألكم: من علم من هذه الأمور شيء ينبغي عليه أن يبين للناس أمر العقيدة والتوحيد. ولأننا إذا لم ننكر المنكر أوشك الله أن يعمنا بعقاب من السماء، ولأننا إذا ما أصلحنا مجتمعاتنا وأمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر لن ينصلح الحال. الله سبحانه وتعالى أخبر أن صلاح الحال بالعقيدة الصحيحة وبفعل الطاعات وترك المحرمات. ما بينصلح حالكم على مستوى الفرد، حياتك أنت الشخصية، أنت إذا ما موحد الله سبحانه وتعالى وإذا ما مجتهد في فعل الطاعات وترك المحرمات، أنت حالك ما بينصلح ولا حال المجتمع. عشان كده يا جماعة نجتهد في أمر الدين وأمر التوحيد،
لأنه ده فيه نزول الخير. الله سبحانه وتعالى قال ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. والله لو أصلح الناس ما بينهم وبين الله من الدين لأنزل الله سبحانه وتعالى عليهم من الخير ولسعدوا. الإنسان في نفسه يكون سعيد ومنشرح الصدر. قال الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اجتهد في تحقيق التوحيد، صحح نيتك، أخلص العبادة لله جل وعلا، اجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى، صلي لله سبحانه وتعالى بخشوع، اذكر الله، اقرأ القرآن، صل الأرحام، افعل الخير قربة إلى الله سبحانه وتعالى وخوفا من عقاب الله وطلبا لثواب الله، تجد السعادة العظيمة في هذه الدنيا وتنجو من عذاب الله جل وعلا يوم القيامة وترتقي عند الله أعلى الدرجات ويتقبل الله سبحانه وتعالى منك الأعمال الصالحات ويرضى الله عنك ويغفر لك ذنبك وتكون في الجنة مع الأنبياء والصالحين والصديقين. فالإنسان يجتهد في توحيد الله جل وعلا. قلنا من صور الشرك دعاء غير الله سبحانه وتعالى. وما يغشوك كثير من المجرمين اللي بيقول لك تدعو غير الله سبحانه وتعالى، ما عندهم أي حاجة وما عندهم أي قدرة، بل هم بشر مثلك. قال الله جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ومن صور الشرك الاستغاثة بغير الله وهو الدعاء عند الشدة. قال الله جل وعلا مخبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استستغيثون ربكم فاستجاب لكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استغاثوا بمنو يا جماعة؟ استغاثوا بمنو؟ بالله جل وعلا، ما استغاثوا بالأنبياء من قبلهم ولا بالأولياء. ومن صور الشرك المنتشر اليوم التمايم والحجبات. زول علق له حجاب يقول ده بينفع من العين وبيحفظه. والله جل وعلا أخبر في كتابه أنه الذي هو الذي يحفظ وحده. قال تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، أي يكلأكم أي يحفظكم. فالله جل وعلا هو الذي يحفظ وحده لا شريك له. وقال الله جل وعلا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. إذا الله داير بك شيء يصيبك بشيء ما في أحد بيمنع الكلام ده يا جماعة. ولو الله داير يوصل لك خير ما في زول يقدر يمنعه، لأنه الذي له القدرة على ذلك هو الله وحده جل وعلا، النفع والضر. عشان كده تستمسك بمنه؟ بالله، لأنه البشر ما عندهم لك حاجة، ما عندهم شيء. عشان كده التجي إلى الله سبحانه وتعالى يحفظك الله. الإنسان يجتهد في طاعة الله جل وعلا بها يحفظ الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك. تبين الحاجات اللي الله بيحفظك بها. من ذلك ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أذكار الصباح والمساء الإنسان يحرص عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من قرأ آية الكرسي حين يصبح لن يضره شيء حتى يمسي. وكذلك في المساء الإنسان يجتهد في هذه الأذكار، ولأنه دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن صور الشرك الحلف بغير الله. ناس يحلفوا كثير، وحات النبي وحات الشيخ، فهذا كله من الشرك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا تحلفوا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. ومن المخالفات التي تخالف العقيدة الإسلامية
الكثير من الممارسات منها الطواف بالقبور، ده يا جماعة ما بيجوز، ومن الشرك. الله سبحانه وتعالى قال وليطوفوا بالبيت العتيق، الآن بيشوفوا ناس بيمشوا القباب ويطوفوا بها، هذا من الشرك بالله سبحانه وتعالى. الطواف هناك، يمشي مكة المكرمة تطوف ببيت الله. ومن ذلك شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة، وهذا منهي عنه، لا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. وكثير من الناس الليلة يقول لك ماشي حولية الشيخ فلان، يمشي وين؟ الزريبة البيض، ما تشد الرحال لغير المساجد الثلاثة. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واضح من المخالفات، والمخالفات دي خطيرة يا جماعة. الكلام ده إحنا إذا ما نهينا الناس عنه بيقودك إلى الشرك بالله، بيقودك إلى الكفر. وإذا لقيت الله وإنت على الكفر مصيبتك مصيبة. الله سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فالإنسان يجتهد عن البعد عن الشرك بالله جل وعلا وعن البدع. والإنسان يجتهد عن البعد عن المحرمات والمعاصي يا جماعة، من دلالة إنه التوحيد استقام والإيمان استقام إنه الإنسان يكون بعيد عن المعاصي خصوصا الكبائر. ومن ذلك من هذه الكبائر نمر على بعضها، الرياء. الإنسان ما يعمل العمل الصالح لكي يثني عليه الناس، لأن هذا من الشرك بالله جل وعلا، أو ليطلب المنزلة والمكان عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى الله به، ومن سمع الله به. الإنسان بيعمل العمل عشان الناس يثنوا عليه، ده الله سبحانه وتعالى يفضحه ولا يتقبل منه ويعذبه في الآخرة. فهذه من المعاصي الخطيرة. أيضا من المعاصي الخطيرة التي ينبغي على المسلمين أن يبتعدوا عنها الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، قال رأيت إن كان فيه ما أقول، قال إن كان فيه ما تقول فقد اكتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. فالغيبة أمرها خطير، والغيبة كما قال العلماء الغيبة رعي اللئام، هذه ما من أخلاق المسلمين وما من أخلاق الأوفياء، وهذا دين يا جماعة. هذا من مقتضيات التوحيد، إنك تبعد عن المعاصي والكبائر. ومن ذلك الحقد، الناس ما تكره إخوانا المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا. ومن هذا من مقتضيات الإيمان، ولو كان الإنسان مؤمنا كامل الإيمان يبتعد عن هذه الشرور. وأيضا من ذلك الحسد، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. الإنسان ما يكره النعمة على أخيه، سواء كانت نعمة دين أو نعمة دنيا، وهذه طاعة لله جل وعلا. إنسان يجتهد في فعل هذه الطاعات حتى يرضى الله عنه وحتى يكرمه الله جل وعلا. ومن الأوامر المهمة جدا التي ينبغي على المسلمين الاجتهاد فيها مجالسة الصالحين. الإنسان يا جماعة، السلف قالوا الصاحب ساحب، دائما اللي بتكون معه بيسحبك، عشان كده تحذر من مخالطة العوام. كزول سلفي وكزول عامي ذاته تمشي الصاحب أهل العلم، لأنه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيسحبك، كان عنده شر بيسحبك له، كان بيشرب بنجو تمشي تشرب معه بنجو، بيشرب سجائر تلقى نفسك بعد شوية شربت سجائر، كان بيغتاب الناس شوية تمشي تلقى نفسك خاشي في 20 جريمة وكبيرة من كبائر الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل
طعامك إلا تقي. أيضا من الأمور المهمة الحرص على أن يكون القلب ممتلئا من الخوف من الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا أخبر أن عذابه شديد، إن بطش ربك لشديد. فالله جل وعلا بالمرصاد للعصاة والظالمين قال ابن تيمية عليه رحمة الله: أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله. لذلك الناس تجتهد في هذه الأمور لتبتعد عن الشر وتنجو من عذاب الله. هذا والله أعلم. وأحكم، وصلى الله سيدنا محمد.